ايه اكتر حاجة لازم تبقي شاطرة فيها جدا في الدوبلاج؟ هي بتبقى اغلب الحاجات سرعه البديهه، وانت بقى عندك موهبه. يعني سرعه البديهه انت بيبقى كل ما انت عندك الريت بتاعك وانت شغاله. مثلا انا باجي اعمل مثلا 120 لاين مثلا، فال 120 لاين دول بيبقى محطوط لك فيهم ان انت تعمليهم في ساعه ونص مثلا، فبيبقى محجوز لي الساعه ونص دول. فكل ممثل وشطارته ان هو يكون يخلص التايم يعني اللي عليه في التايم بتاعه. فدي حاجه يعني لما الموضوع مجهد مجهد. ايه يعني مجهد في شغله ولا بسيط؟ لا خالص والله، اللي بيحبه يعني هتحس ان هو مش مجهد خالص، وانت بتستمتع جدا بالحلقه، وبقعد اتفرج وانا اصلا يعني قاعده بشتغل وقاعده بتفرج على الحلقه. يعني دايما الاداء المرئي او التمثيل دايما اللي بيتشاف على الشاشه بيكون اسهل الى حد ما من التمثيل اللي في المايك او صح. اللي في الراديو صح، فبيكون هنا عايز تعبير بشكل معين، وتكون عايز برضه تعبر بمشاعر واحاسيس معينه عشان خاطر تبقى بس. فانت كل حاجه بتظبط بتطلعها بصوتك بس. يعني الكاركترز انا مثلا عملت دلوقتي مثلا انا متضايقه، فانت عرفتي من الاكسبريشنز بتاعت وشي وحواجبي ان انا متضايقه، لكن صوتي ازاي اعبر بيه ان انا متضايقه، ان انا فرحانه، ان انا مهايبره، كل ده بياخد مجهود منك وانت بتمثل.